بداية نرحب بكم بقناة دجلة، أهلا وسهلا بكم كردستان. والله هنا هسه احنا على جبل السفين بشقلاوة، والجو كلش طيبة والأنواع يعني كلش زينة، وهمين يعني لا برودة هواية ولا كلش يعني زينة، كلش طيبة هنا. جاوين شقلاوة نستمتع، الجو حلو خاصة جبل شقلاوة، ثلج كثير الحمد لله. نستمتع مع عائلتنا، جاي من سفرة من بحركة، من أصل من روج آبا من كوباني، جاي أنا وعائلتي نستمتع هنا بجبل في شقلاوة والحمد لله. نشكر نشكر قناة الدجلة في ويانا في كل منطقة. والله جينا من بحركة لهون أنا وعائلتي كلياتها، والجو حلو، اليوم جمعة كلنا طالعين الحمد لله كلنا مبسوطين، وكردستان كتير حلوة، وبالأخص هالمنطقة بالمنطقة الشقلاوة الجو كتير حلو والتلج فيه حلو، والكل عم يستمتع فيه كتير.